الواكي هاسلس في بين راب داشر العراق دوت كور. شفتوا العيال البارحة؟ اليوم راح أراويكم شلون يدين شيخ خواتر كحمر. شفتو ماكو مستوى زلمتكم ما تحمل يغلب في بال لما يرجع عبر كان قدامه لازم يما تجمد النار لما تسمع نبرة صوت طلع بدارب ماكو مايك حاسب نفسك قد اللوتي يا اخي كن صريح ويا نفسك ولا تتهرب ترى غيرك جرب ضحكت علي وقلت لتدرب عقول متخلفه وعيون عندكم جدا صفه الساحة شدة حلها القروبات كلها بتعد ونقول لواكي هصلة صاعد للطب واصل نقدم درس عليكم وهذا الدرس الحاصل فهمتوا وش اقول ماكو جدال لما اقول بحالي تجبركم انا ابوي كليك كليك بوم يلا شدوا حزبكم الباشا راجع لكم من جديد داويد عسكم ظلم راسك الزمال وقدس لي صار اصيرك ادرك لما تسمعني بين الخوف بتعابيرك قولي منو قدي ليش الكل هربت من التحدي سلك اتكلمها كلها تحكي كلام فاضي مالقيت خاصم جدي انا عندي الف فندي رجوني لما احتجتي انت الاسرى وانا قاضي قولي منو قدي ليش الكل هربت من التحدي سلك اتكلمها كلها تحكي كلام فاضي مالقيت خاصم جدي انا عندي الف فندي رجوني لما احتجتي انت الاسرى وانا قاضي نجتو ام مراب وما حد فيكم دورة عايشين دور الملوكية يا اخي بطلوا هالمسخرة ناجيكم من سنين على اشكالكم صبرين انا رجعت قفل عليكم خلى اشوفكم تروحون وين اقرب كل ما يتسمى ما بي ولا واحد ذلمه طيرت انا حلمه الما يعرف يحشي عراقي لازم ارجع علمه وابديها كلمه كلمه الضحية من اقربكم دايس على جثثهم باقي من براب العراق طلبوا يطلع لقاء من بث الراب العراق من بين الاسماء هذه انجازاتنا يلا اكشف لي اوراقك وادرك فارغ ما عندك شي وصلتني كل اسرارك اضغط لك بسندانه احسن لك من الاهانه ما ضيق اقتباس من راب مسبوقه كله وزانه ظنيت الساحب قصتكم من الوحوش خلتوا هالسويكم ردينا وما شفنا زلم ردت قولي منو قدي ليش الكل هربت من التحدي سلك اتكلمها كلها تحكي كلام فاضي مالقيت خاصم جدي انا عندي الف فندي رجوني لما احكمتي انت الاسرى وانا قاضي قولي منو قدي ليش الكل هربت من التحدي سلك اتكلمها كلها تحكي كلام فاضي مالقيت خاصم جدي انا عندي الف فندي رجوني